السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من قصة الأندلس كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن استدعاء المرابطين من بلاد المغرب وإن المعتمد يعني تحدث مع ملوك الطوائف لمواجهه التوغل يعني الصليبي النصراني في بلاد الاندلس آه لا سيما وانهم الان آه يخططون للدخول والسيطره على مدينه اشبيليه آه وصلت الرساله الى يعني المرابطين في بلاد المغرب وقرروا آه ان آه ينتقلوا من بلاد المغرب بجيوشهم الى بلاد الاندلس دفاعا عن الدوله الاسلاميه في بلاد طبعا اذا ان هذا كان راي برضو العلماء والفقهاء ان لابد من الاستعانه باخواننا المسلمين في المغرب آه للدفاع عن آه إشبيلية وما حولها من المدن التي بدأت تتساقط لا سيما بعد سقوط مدينة طليطلة وغيرها من المدن الإسلامية آه لكن الأول إحنا بندي نبذة سريعة عن المرابطين يعني آه مين المرابطين دول وإيه موضوعهم آه المرابطون آه حركة إصلاح وتغيير آه ظهرت آه في آه يعني إفريقيا اسسها عبد الله ابن ياسين، عبد الله بن ياسين هو الذي اسس هذه الحركة، توفي عبد الله بن ياسين سنة 451 في القرن الخامس، عبد الله بن ياسين داعية ومربي ومجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، نشأ في البداية في جنوب موريتانيا، عبد الله بن ياسين نشأ في جنوب موريتانيا وبعدين كان دايما بيقوم بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان دايما عنده حركه وعنده نشاط وكان بيشتغل دعوه كتير جدا. حتى يعني طرد وضرب وتعرض للاهانه من يعني بعض الناس الذين يعني لا يريدون الاصلاح ولا يريدون التغيير بل يريدون الفساد وان تكون الفوضى وان يكون الفساد هو يعني العامل الرئيس في المجتمعات ولا حول ولا قوه الا بالله. هنا انتقل من جنوب موريتانيا بعد ان طرد وضرب واهين كما ذكرنا وتوغل في الجنوب في اعماق القاره الافريقيه ولحق بهم مجموعه من الشباب الذي يريد كذلك التغيير. في البدايه كانوا سبعه من الشباب يعني سبعه من الشباب ذهبوا خلف ابن ياسين واتعلموا منه العلوم المختلفه وبعدين بدأ العدد يزداد يعني رويدا رويدا حتى العدد يعني وصل بعد اربع اعوام الى ألف يعني بعد اربعه اعوام من وجود ابن ياسين في الاعماق الافريقيه وصل بعد اربع سنين عدد الشباب اللي كانوا معاه كانوا سبعه بدأت الناس تلتحق به ويؤسس حركة إصلاحية لغاية ما العدد بقى تقريبا ألف بعد أربع سنين بعد كده العدد ازداد إلى عدة آلاف آه كانوا يتخذون خياما آه للعيش فيها وكانوا يتعلمون العلوم المختلفة من علوم الشريعة الإسلامية ويرابطون على الحدود عشان كده اسمهم المرابطين لأنهم يرابطون على الحدود للدفاع عن حدود الدولة الاسلامية ويدافعون عن الاسلام. بدأ المرابطون يتوسعون في الحدود ويجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى حتى وصلوا إلى تأسيس في البداية ما يشبه دولة من شمال السنغال إلى جنوب موريتانيا. سيطروا على منطقة كبيرة جدا من شمال السنغال إلى جنوب موريتانيا وأصبح يعني هؤلاء يسيطرون سيطرة كاملة ومعهم قوة ومعهم جيش يعني يقاتل ويفتح المدن وينشر الإسلام ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم توسعت دولة المرابطين حتى وصلت إلى بلاد المغرب واستمر يعني الزعيم الروحي للمرابطين مجاهدا أحد عشر عاما يعني استمر عبد الله بن ياسين يجاهد حداشر سنة حتى قتل في إحدى المعارك سنة 451 هجريا وتولى أمر المرابطين عدد من المجاهدين الأبطال كانوا هم دول اللي بيتولوا الأمر بتاع يعني إدارة شؤون المرابطين أو إدارة شؤون الدولة إن صح التعبير حتى جاء يوسف ابن تشفين الذي تولى أمر الدولة وكان قائدا عسكريا في بداية الأمر يوسف ابن تشفين كان قائد عسكري وفي البداية هو الذي تولى إدارة شؤون دولة المرابطين وأخذ البيعة من يعني شيوخ القبائل انا ذاك يوسف ابن تشفين جات له الرسالة بقى نرجع بقى للمعتمد ابن عباد جات له الرسالة وهو في المغرب فتحرك إلى بلاد الأندلس واستلم من المعتمد منطقة معروفة بالجزيرة الخضراء في بلاد الأندلس ملوك الطوائف قاموا بتقديم كافة المساعدات والمؤن اللي احتاجها الإخواننا المرابطين اللي هم انتقلوا من المغرب إلى الأندلس طبعا طول الطريق كان فيه لازم دعم وتسهيلات ومساعدات، كان في امدادات من ملوك الطوائف وحصل توحد محمود جدا جميل وطيب بين ملوك الطوائف وبين اخوانهم المرابطين. العبور ده كان في شهر ربيع الاول سنه 479، عبور القوات المرابطيه من المغرب الى الاندلس كان في شهر ربيع الاول سنه 479 آه وصلت أنباء المرابطين وتوحد ملوك الطوائف إلى ألفونسو السادس ألفونسو ده اللي هو بيقود بقى الحروب في الأندلس وهو ده اللي جمع قشتالة مع علي وخلاهم مملكة هو بيحكمها وهو ده بعد كده يعني آه الذي يعني سيطر على آه طوليطلة كان آه بي بيحاصر آه انذاك سراقوستا آه كان بحاصر لمدينه من مدن الاسلاميه سراقوستا فلما سمع ان المرابطين عبروا فعلا وحصل توحد ما بين ملوك الطوائف وملوك الطائف ما كانتش عادتهم ان هم يتوحدوا فحس ان في خطر فعلا فرجع بالجيش الى مدينه طلاطلة تجمعت الجيوش الاسلاميه وخرج المعتمد بنفسه ابن عباد وملوك الطوائف لاستقبال يوسف ابن تشفين رحمه الله تعالى ووصلوا اشبيليه وبعدين الجيوش كلها توجهت الى مدينه بطليوس ثم عسكر الجميع في سهل يسمى سهل الزلاقه اللي هو سمت باسمه معركه الزلاقه التقت الجيوش في سهل الزلاقه ارسل الفونسو بقى السادس الى الممالك النصرانيه في انحاء الاندلس وارسل الى فرنسا ان هي تدعمه ببعض الامدادات والجيوش وفعلا جاءته الامدادات من جنوب فرنسا ويعني نظر الى جيشه الكبير كان جيشه كبير جدا وصل في بعض الروايات الى 80 الف مقاتل والبعض بيقول ان هو كان يعني 50 الف مقاتل والبعض يقول 40 الف على اقل تقدير فنظر الى جيشه وقال في كبر وغرور بهؤلاء أقاتل الجن والإنس والملائكة الجيش اللي معايا ده أنا أقاتل به الجن والإنس والملائكة ويعني من المؤرخين من يقول كما ذكرت أن الجيش وصل لثمانين ألف لكن حتى لو في تباين في يعني اختلاف ما بين المؤرخين في عدد الجيش لكن المؤرخون أجمعوا على تفوق جيش ألفونسو على جيش المسلمين من حيث العدد والعدة يعني العدد جيش ألفونسو كان لا بيفوق أعداد المسلمين الجيش الإسلامي كان بيقدر تقريبا ب وأربعين ألف مقاتل وقيل ب ألف مقاتل فقط يعني لو خدنا 20000 قصاده 50000 او 80000 فالتفاوت والبون شاسع جدا جيش المسلمين انقسم لقسمين، المقدمة ودي القوات الأندلسية بقيادة المعتمد بن عباد، ركز معايا، الجيش انقسم قسمين في موقعة الزلاقة، المقدمة كان أهل الأندلس الأصليين بقيادة المعتمد بن عباد، والمؤخرة ده كان جيش المرابطين بقيادة يوسف ابن تشفين اللقاء اللي تم ما بين الطرفين كان في شهر رجب سنة 479 في شهر رجب سنة 479 وصلت جيوش الفونسو وعسكرت على بعد ثلاثة أميال من معسكر المسلمين الفونسو يعني وصلته رسالة من يوسف ابن تشفين بيخيره إما أن تدخل في الإسلام يعني أو يعني تدفع الجزية أو القتال كما يعني هذا معروف في كتب الفقه هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيعني كان رد 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 سافل وقال للرسول الذي يحمل الرسالة قل لأميرك لا تتعب نفسك أنا واصل إليه روح قل ليوسف لي اللي بعدك ده ما تتعبش نفسك أنا جاي في النهاية يعني التقى الجيشان وأرسل رسالة أيضاً إلى يوسف، ألفونسو أرسل رسالة إلى يوسف قال آه يعني بهذا الجيش ألقى إله محمد. يعني الجيش اللي معايا ده أنا مش أقاتل به الجماعة اللي هم مملوك الطوائف ولا المرابطين، ده أنا أقاتل به إله محمد نفسه اللي هو صاحب الكتاب بتاعكم ولا حول ولا قوة إلا بالله. حب بقى ألفونسو يعمل خدعة، أرسل رسالة للمسلمين قال لهم يا جماعة إحنا نخلي القتال يوم الاثنين. يوم الخميس ارسل رساله للمسلمين قال لهم الجمعه ده العيد بتاعكم انتوا يا مسلمين يوم السبت عيد اليهود ويوم الحد العيد بتاع النصارى فاحنا نتقاتل يوم الاثنين لكن المعتمد ادرك ان دي خدعه من خدع الفونسو وان هو عايز يفاجئ المسلمين بالهجوم في يوم الجمعة وفي معلومات استخباراتية جاءت بأخبار إلى المعتمد ابن عباد ان في استعدادات عاليه جدا في جيوش النصارى بقياده الفونسو عشان كده اتخذ المسلمون الاحتياطات اللازمه بالفعل يوم الجمعة 12 رجب 479 زحفت قوات الفونسو نحو المسلمين فجأة، لكن كان المعتمد يعني توقعه فعلا في محله والاستعدادات يعني كان لها اثر ايجابي على الجيش. إيه بدأ القتال في البداية واللي تقدم المقدمة، يعني اهل الأندلس هم اللي تقدموا في البداية بقيادة المعتمد ابن عباد وفعلا يعني أظهر المعتمد بطولة وشجاعة يعني رائعه في بدايه الحرب لكن للاسف الشديد يعني كاد ان ينهزم بعد ان جرح اصيب بجرح وكاد المعتمد فعلا ان ينهزم وبدا البعض في الفرار بعض المسلمين من جيش المعتمد بداوا فعلا في الفرار واصبح الفونسو يطارد المسلمين خد بالك ان شراره الانتصار كانت ظهرت في ارض المعركه في كفه يعني الصليبيين لكن هنا فجاه ظهر المرابطون بمؤخره الجيش مجاهدين بقى ومستعدين ويعني بدأت المعركه بصيحات التكبير الله اكبر وكثرت الطبول في ارض المعركه واستطاعوا ان يغيروا كفه الحرب، فعلا دخول المرابطين الى القتال بالمؤخره بعد ان كاد الجيش الاسلامي ان ينهزم فعلا جعل الكفة في صالح المسلمين وجاءت المؤخرة وحاصرت جيش الفونسو حصل حصار على جيش الفونسو واستطاع المرابطون أن ينتصروا على الفونسو وقاموا بحرق خيام يعني الجيش وهنا بدات القوات الاسلاميه بقياده المعتمد تعود مره اخرى مما قوى من شوكه المسلمين، لما بدا فعلا المرابطين يهجموا وسيطروا على ارض المعركه، رجعت القوات اللي هي تابعه للمعتمد مره اخرى ورجع المعتمد نفسه مره ثانيه الى ارض القتال وبدات شراره الهزيمه تحل بألفونسو وايقن الفونسو من الهزيمه لذلك قرر ان يفر من ارض المعركه لا سيما بعد ان اصيب في فخذه يعني احد المسلمين طعنه و خلاص يعني هو بقى تعبان جدا في ارض المعركه وشايف ان المرابطين حولوا الصوره الى صوره الى الانتصار بعد الهزيمه اللي كان خلاص يعني اوشكت في صفوف المسلمين ويعني بعد ذلك عاد الفنس إلى طليطلة وأخذ الجيش يعني في الفرار وأيقنوا أنهم يواجهون الموت جيش الفنس أيقن أن هو بيواجه الموت ولذلك فر يعني أتباع الفنس من أرض المعركة مع غروب الشمس حسمت المعركة تماما لصالح المسلمين مع غروب الشمس حسمت المعركة تماما لصالح المسلمين رعد الروايات بتقول اللي ان نجا من جيش الفونسو 500 500 من ثمانين الف تخيل ماذا فعل المرابطون وماذا فعل اهل الاندلس في معركه الزلاقه لذلك يعني معركة الزلاقة يقف المؤرخون حيارة أمام يعني هذه المعركة الكبيرة الذي تشبه في الحقيقة القادسية وتشبه كذلك معركة اليرموك في بلاد الشام قتل من المسلمين ثلاثة آلاف استشهدوا بمشيئة الله تعالى وإذنه وعاد المرابطون بعد ذلك إلى بلاد المغرب مرة أخرى خلاص عبر المرابطون الى الاندلس انهزم الفونسو بجيشه فر بجيشه عاد يوسف ابن تشفين في شهر شعبان 479 الى بلاد المغرب مره اخرى واوصى ملوك الطوائف بالوحده توحدوا يا عباد الله الفرقه اللي انتوا عشتوها كانت سبب في هزيمتكم امام الفونسو لكن لما توحدتوا كلكم وجاء اخوانكم المرابطين ساعدوكم فبدات شمس الاسلام تشرق من جديد على بلاد الاندلس ونكمل الحديث باذن الله تعالى مع قصه الاندلس في الحلقه القادمه اراكم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته